أهلا بكم. نواصل قراءة تقارير الاستخبارات الأمريكية حول الثورة الجزائرية. في هذا التقرير الذي صدر في نهاية شهر أكتوبر من عام 59 تحدث عن تعثر المفاوضات بين الثوار الجزائريين وبين الجيش الفرنسي حول مسألة وقف إطلاق النار. كذلك تحدث التقرير عن أنبوب النفط الذي امتد من حاسي مسعود جنوب الجزائر إلى السواحل الشرقية إلى ميناء بجاية بالتحديد. الوثيقة تقول إنه وفي منتصف شهر أكتوبر طلب قادة الثوار الحكومة الفرنسية بتوضيحات حول مقترح الجنرال دوغول. التقرير تحدث عن نقاط أساسية: الثوار يحاولون تجنب أي مقترح يؤدي إلى الاستسلام، في حين يرفض الفرنسيون الاعتراف بالثوار في جميع الأحوال. الوضعية يشوبها عدم الوضوح بسبب نشاطات بعض الوسطاء وبسبب المواقف المتصلبة لليمين الفرنسي في كل من باريس والجزائر. الوثيقة أبرزت هنا مسألة تعثر المفاوضات بين جبهة التحرير الجزائرية وبين الجيش الفرنسي بسبب تصلب مواقف الأقدام السوداء أو المعمرين الذين ساءت علاقتهم بالجيش الفرنسي في الجزائر. جاك سوستيل الحاكم العام لمدينة الجزائر قال إن أدنى استفزاز من شأنه أن يخرج المستوطنين إلى الشارع. التقرير لم يغفل الانقسام الذي يشهده الجيش بين الموالين للجنرال دوغول وبين أولئك الذين يكنون العداء لأي مقترح لوقف إطلاق النار دون تسليم الثوار أسلحتهم. في الأخير أشار التقرير إلى أن أنبوب النفط الذي يمتد على مسافة أكثر من 600 كيلومتر من حاسي مسعود جنوبا إلى ميناء بجاية في السواحل الشرقية سيبدأ بضخ النفط في منتصف شهر نوفمبر، يعني بعد شهر من صدور هذا التقرير. الأنبوب يعمل بطاقة استيعاب تصل 7 ملايين طن في العام، وكانت فرنسا تأمل أن تتضاعف طاقته مع حلول عام 1961.